2. التغير المناخي دلتا مصر في خطر. موضوع التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الأرض في مصطلح بيئي شهير اسمه التطرف الحراري، اللي هو ارتفاع درجة الحرارة بطريقة أكثر من قرون سابقة. كنا شفنا في مصر اليومين اللي فاتوا درجة الحرارة درجة صعبة للغاية. البعض بيقول مفيش تغير مناخي في العالم، والكلام ده خرافة. لا في احتباس حراري، ولا في ثقب أوزون، ولا في تغير مناخي، وكل ده وهم اتصنع عشان يشغل العالم ببعض القضايا. من المؤمنين بهذا الرأي ترامب اللي ممكن يكون رئيس أمريكا. فلو بقى رئيس أمريكا هيبقى لأول مرة رئيس أقوى دولة في العالم مؤمن إن مفيش لا احتباس حراري ولا تغير مناخي. إنما طبعا ده رأي ساذج ولا قيمة له. الرأي العلمي الثابت في العالم كله إن فعلا درجة حرارة الكوكب بتزيد، والاحتباس الحراري بيزيد، والتطرف الحراري بيشتد، ودرجة حرارة العالم طبقا لمؤشر علمي عالمي اسمه مؤشر باريس للتغيرات المناخية، طبقا لهذا المؤشر العلمي العالمي مؤشر باريس للتطورات المناخية أو للتغيرات المناخية، الأرض أو العالم هتزيد درجة الحرارة فيه سنة 2030 4 درجات، ودي نسبة كبيرة جدا. فكل المجهود لوقف الانبعاث الحراري ووقف انبعاث الكربون في العالم علشان يبقوا درجتين بدل ما يبقوا 4. لكن هل هنوصل لكده؟ في جهود. في كل الأحوال زادت درجتين زادوا 4، العالم يتجه لمزيد من الحرارة. بالنسبة لنا في مصر، هل ده كلام بعيد عن مصر؟ هل ده كلام يهم بعض الجزر في المالديف وغيرها، ولا يهم مصر؟ الإجابة العلمية في دراسة مهمة للمركز الإقليمي للدراسات في القاهرة إن ده يهم مصر جدا. يهم مصر إزاي؟ نمرة 1، إن البحر في مصر بحر متوسط، البحر الأحمر، بس ده متوسط عشان الدلتا موجودة على ساحل البحر المتوسط، هتزيد المية نص متر، منسوب البحر هيرتفع نص متر. ده معناه ايه؟ معناه نمرة 1 غرق مساحات من شمال الدلتا. المية هتزحف على شمال الدلتا، هتغرق مساحات كبيرة جدا. 2، المساحات اللي هتغرقها ديت هي اصلا ارض خصبة هتقل خصوبة الاراضي المجاورة. 3، يتوقع بعض الخبراء في دراسة بحثية مهمة إن مصر هتخسر 20% من إنتاج القمح وإنتاج الذرة بحلول عام 2050 نتيجة الموضوع بتاع ارتفاع سطح البحر لمدة نص متر، لمسافة نص متر، وغرق شمال الدلتا. هيبقى غرق أراضي وملوحة أراضي خصبة وانخفاض إنتاجية الأرض المصرية 20% في الذرة وفي القمح. والنقطة التالية، الفيروسات اللي موجودة كل شوية بنسمع عن فيروس انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير وانفلونزا كذا، كل شوية بلاقي إبداع جديد في عالم الفيروسات. هذا الإبداع المؤسف في عالم الفيروسات هيزيد، هيحصل تطور جيني لهذه الفيروسات، والنقلة الوراثية الجينية اللي هتحصل هتخلي في صعوبة في مقاومة هذه الفيروسات، وده هيبقى خطر على الإنسان وخطر على الحيوان. إذا الثروة الزراعية في خطر، المية اللي هتيجي على شمال الدلتا اللي هتملح الأرض اللي هتنزل إنتاجية الذرة والغلة، إنما كمان يضاف إلى ذلك إن التطور الوراثي لفيروسات نتيجة ارتفاع درجة الحرارة هيؤدي إلى تهديد الثروة الحيوانية في البلاد، حتى السمك في المية سوف يغادر. دراسات بتقول إن السمك لما هيلاقي المية زاد دفئها عن المتوسط لمعيشة الأسماك هتغادر الأسماك إلى مناطق أكثر برودة، فيدخل في أعماق البحر المتوسط، وبالتالي هيبعد عن الشواطئ المصرية والمياه الإقليمية المصرية. يبقى في خطر على الأرض وعلى الزراعة، وخطر على الثروة الحيوانية، وخطر على الثروة السمكية، وخطر بيئي متعلق بأن بعض المدن اسكندرية بالذات
بورسعيد، مدن أخرى هيبقى فيها لاجئين بيئيين، زي كده ما في لاجئين من الحروب ولاجئين من الدمار، في لاجئي بيئة. لما البيئة تنهار الناس بتاخد شنطها لو خدتها وتسيب بيوتها وقراها ومدنها، دول اسمهم لاجئي البيئة أو لاجئي المناخ، زيهم زي لاجئي الحروب. فنلاقي مدن هتفضى والناس اللي فيها هيزحفوا جنوبا على مدن مصرية أخرى لو استمر تطور المناخ عند هذا الحد. وهو ده اللي خلى كلمة مصر وكلمة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر المناخ العالمي في باريس يبقى جرس إنذار إن مش بس مصر اللي في خطر، إنما إفريقيا كلها في خطر، العالم النامي كله في خطر. ورغم إن إسهامنا كعالم ثالث قليل في الانبعاث الحراري، الدول المتقدمة الصناعية هي السبب الرئيسي في ذلك، إلا إن معاناتنا أكبر من هذه الدول. علشان كده رئيس السيسي قال في كلمة باريس إن لازم العالم الغني القادر يساهم مع العالم النامي والأقل قدرة في وقف الانبعاث الحراري، لأن التغير المناخي هيخلق كتير جدا جدا من لاجئي المناخ وهيعمل أعباء غير مسبوقة في العالم الثالث. أفريقيا هي الأقل إسهاما في إجمالي الانبعاثات الضارة والأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ، ولذلك ينبغي أن تشمل أي تدابير للمرونة في الإنفاق الدول الإفريقية إلى جانب الدول الأقل نموا والدول النامية المكونة من جزر صغيرة، كما تطالب أفريقيا بالتوصل لاتفاق دولي عادل وواضح نلتزم به جميعا ويتأسس على التباين في الأعباء ما بين الدول المتقدمة والنامية وفي إطار المسؤولية المشتركة لمواجهة التغيرات المناخية ووفقا لمبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.